بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في سلسلة خواطر التدبر. كنا قد توقفنا عند ذلك الموقف الصعب الذي تعرض له سيدنا يوسف عليه السلام ونجح في الاختبار. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا الموقف أيها الأحبة الذي صدر من سيدنا يوسف أنه نزه نفسه عن الخطأ، لم ينجرف إلى الفاحشة وما حرم الله عز وجل، فكافأه الله أن برأه. فعندما جاء ذلك الشاهد ماذا قال لهم؟ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. بالفعل عندما رأوا أن قميصه تمزق من الخلف، هذا دليل على أنه كان يهرب منها وهي تلحق به، فمزقت قميصه من الخلف، وكان هذا دليلا على براءة سيدنا يوسف. فقال العزيز: يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أراد أن يغلق هذا الملف، ولكن للأسف هذا الملف فتح من جديد من قبل النسوة، لأن القضية أصبحت يعني كما يقال رأي عام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. انتشر الخبر بين نساء المدينة في ذلك الوقت، واتهموا هذه السيدة التي تدعي العفة وتدعي أنها امرأة شريفة، فأرادوا أن يعني ينشروا هذا الخبر الذي هو حدث بالفعل، لأنها بالفعل هي راودته عن نفسه، أرادت أن تدفعه ليرتكب معها الفاحشة، ولكن الله نجاه من ذلك. وبسبب أنه كان من المخلصين، كان مخلصا لله عز وجل، مخلصا في عمله، مخلصا في عبادته، في سلوكه، فنجاه الله من هذا الموقف الصعب وبرأه. ولكن النسوة ماذا قالوا؟ قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فهذه المرأة التي هي زوجة هذا المسؤول الكبير في الدولة العزيز تراود هذا الفتى عن نفسه، وهي تكبره سنا، وشغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. هنا أيها الأحبة أيضا الكيد يبدأ يعمل. كادت لسيدنا يوسف واتهمته أنه حاول أن يعتدي عليها، مع العلم العكس هو الصحيح. فماذا فعلت؟ أصرت على رأيها ولم تستجب لنداء زوجها: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. إذن هذه المرأة جمعت هؤلاء النسوة الذين يتهمونها بأن فتاها قد شغفها حبا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، هكذا يعني ما يتكئ عليه الإنسان، أعتدت هيأت يعني لهن مكانا ليجلسوا ويتكئوا عليه، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. هنا عملت خدعة، صورت لهم أن هذا الشاب الذي شغفها حبا هو شاب غير عادي، هو شاب يعني جميل جدا، وأرادت أن تعطي نفسها مبررا، فأعطت كل واحدة منهن سكينا ليقطعوا مثلا الفاكهة أو شيء أمامهم ليأكلوا،
وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. ليس معنى قطعن أي يعني قطعت يدها، لا، أحدثت جروحا إحداهن، يعني أحدثت جروحا في يدها. فهنا القرآن يستخدم أسلوب مبالغة، وقطعن أيديهن، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سبحان الله، يعني قالوا هذا ليس بشر، هذا ملك كريم، من شدة البهاء والحسن والجمال والهيبة والعظمة التي كانت تظهر عليه. فكأنهم يقولون لها كيف تأتي لشخص مثل بهذا الموقع من الحسن والهيبة الكبيرة جدا وهذا البهاء وتراوديه عن نفسه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. انظروا أيها الأحباء، أرادت أن تعطي مبرر آخر لنفسها، هي تريد أن ترتكب الفاحشة مع هذا الفتى وهو يرفض، فأصبحت القضية فيها تحدي وإصرار على الذنب. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره ما هي النتيجة؟ هي قالت قبل ذلك لزوجها عندما استبقى الباب وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الآن أعادت نفس الكلام، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، اعترفت أمامهم أنها راودته عن نفسه، فاستعصم، رفض ذلك، استعصم من العصمة، أي عصم نفسه عن الفاحشة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. سيكون هذا الشاب من الصاغرين، وسيتعرض للسجن والإهانة والذل وكذا حسب زعمها طبعا إذا لم يفعل ذلك. تصوروا مدى الفتنة التي تعرض لها. القضية ليست مجرد أن غلقت الأبواب وقدمت له عرضا وهيأت نفسها له وراودته عن نفسه وحاولت أن تجرفه باتجاه الفاحشة، لا، الآن أصبح هناك ضغط آخر وهو التهديد بالسجن، إذا لم تفعل هذا الخطأ وهذا المنكر أنت مهدد بالسجن الآن وبعذاب وبإهانة، يعني مع إهانة، وليكونا من الصاغرين. ماذا كان رد فعل سيدنا يوسف أيها الأحبة؟ هنا أود أن أتوقف معكم. الآن كثير من الناس أو الشباب من دون ضغوط ينجرفون باتجاه الفاحشة، من دون أن يتعرض لأي ضغط، تجده يترك الصلاة، يترك قراءة القرآن، ويلهث وراء اللهو والهوى وربما الفواحش. سيدنا يوسف هو مهدد بالسجن إذا لم يفعل الفاحشة ورفض ذلك، ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. يعني يا رب أنا لي طاقة محددة، سأبقى أقاوم حتى لو دخلت السجن، ولكن أنا أريد العون منك، أريد المدد منك، أريدك أن تعصمني من هؤلاء لأنني أنا أكره ارتكاب الفاحشة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه،
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب أنت إذا لم تعصمني وتحفظني سأصب إليهن، ربما أصب إليهن، ربما أنحرف وأنجرف باتجاه هذه الفاحشة وأكن من الجاهلين. انظروا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لم يحمل الله المسؤولية، يقول يا رب أنت، حاشا لله طبعا، كما يفعل كثير من الناس عندما يصاب بأي بلاء يقول لماذا فعلت بي ذلك يا رب، لماذا، ماذا فعلت حتى تفعل بي ذلك. لا، هو مؤدب مع الله، رد الجهل لنفسه، قال وأكن من الجاهلين، يعني حتى لو أنك لم تصرف عني كيدهن ولم تنجني من ارتكاب الفاحشة وربما انحرفت باتجاه هذا الطريق سأكون أنا الجاهل. رد الخطأ لنفسه هو، فاستجاب له ربه. انظروا إلى سرعة الاستجابة، حرف الفاء في اللغة أيها الأحبة يعني التعقيب وسرعة حدوث الفعل، فلذلك استخدم هنا ليدلك على سرعة استجابة الله لدعاء سيدنا يوسف. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هنا لابد أيها الأحبة أن نتوقف، نأخذ عبرة، وبخاصة الشباب أيها الأحبة، أنصح أن تقرأوا سورة يوسف عليه السلام. كل شاب اليوم يتعرض لفتنة بسبب الإعلام، بسبب وسائل الإعلام والإنترنت، هذه ضغوط أيضا أيها الأحبة يتعرض لها الشباب اليوم. ينبغي عليكم أن تستمعوا لسورة سيدنا يوسف، أن تناموا، إذا أردت أن تنام ضع سورة يوسف واستمع لها، واستمع إلى هذه العبر، استمع لحياة هذا الشاب الذي تعرض للفتن وهدد بالسجن إن لم يرتكب الفاحشة، على الرغم من ذلك بقي صامدا وفضل أن يسجن. سيكون هذا السجن طريقه إلى الملك. هل رأيتم أيها الأحبة؟ لا تظن أخي الحبيب أنك عندما تتعرض لضغط معين لارتكاب عمل حرمه الله مثل الربا أو غير ذلك، لا تظن أنك إذا تركت هذا الأمر ابتغاء وجه الله أن الله ينساك. السجن الذي فضله سيدنا يوسف عليه السلام، فضل السجن على أن يرتكب الفاحشة، هذا السجن كان طريقه إلى العرش، إلى الملك. إن شاء الله في اللقاء القادم سنتعرف على تفاصيل جديدة في هذه القصة الممتعة جدا، والتي هي مليئة بالعبر، والتي ينبغي أن نستفيد منها أيها الأحبة، نستفيد من كل كلمة من كلمات هذه القصة في حياتنا وواقعنا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.